يا مدام. انا حرم رشدي عبد الباقي، ممنوع الدخول. بس عايزه اطمن عليه. سيادتك تقدري تقعدي في الاستراحه لغايه ما تنتهي العمليه. لو سمحتي والله. ايوه، هو موجود دلوقتي في اوضه العمليات. اطمني يا هاني، ان شاء الله سليمه، ربنا كبير. ان شاء الله تكون الاصابه بسيطه. بس ازاي ده حصل؟ انا مش فاهمه حاجه. طمني يا هانم، العداله هتاخد مجراها. قتلوا رشدي يا تهاني، قتلوا اخويا. اطف يا رب، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. حسام الدين خليل، المدير المالي والاداري للشركه. اهلا وسهلا. دي بلطجه، ده اجرام لازم يقابل بالحسم. حادث مؤسف. مؤسف؟ لا، مش مجرد حادث مؤسف، ده تخريب. يعني ايه واحد يدخل في وضح النهار وسط شركه وعمال وموظفين عشان يقتل رئيس مجلس الاداره في مكتبه؟ العمل في الشركات يمشي ازاي؟ احنا نشتغل ازاي؟ نشيل في مكاتبنا تومي جان تفتكر؟ ما هو في رأيك سبب الاعتداء؟ هيكون ايه غير الحقد؟ الحقد اللي زرعته الجرايد في الناس طول السنين اللي فاتت. بس اشمعنى الأستاذ رشدي عبد الباقي بالذات؟ ما هي البلد مليانة رؤساء مجالس إدارات ومديرين كبار. لماذا في رأيك اختاروا رشدي عبد الباقي بالذات للاعتداء عليه؟ لأن رشدي بيه ده إنسان من الصعب تعويضه، سواء من حيث الكفاءة، نزاهة، شرف. وده اللي خلاني متأكد إن اللي حصل ده نوع من التخريب. شوف حضرتك، مين من رؤساء مجالس الإدارات ممكن يقف الموقف اللي وقفه رشدي بيك عبد الباقي أيام كارثة المباني؟ إيه كارثة المباني دي؟ أقول لحضرتك، كانت الشركة بتقوم ببناء مجموعات كبيرة من المساكن الشعبية في 5 محافظات. وحصل ان احدى هذه الوحدات وقعت بعد ما سلمتها الشركه وقامت المحافظه بتسكنها. كانت فضيحه. كتير نصح رشدي بيه حمايه لاسمه ولاسم الشركه انه يلقي بالمسؤوليه على مجموعه المقاولين اللي بيتعاونوا معانا، لكنه رفض. رفض واصر ان التحقيق يمشي سليم. وفعلا ثبت مسؤوليه الشركه وحول مهندس الشركه للتحقيق ودخله السجن. تقدر تقول لي حضرتك مين ممكن يقف الموقف ده اليومين دول؟ انا كل اللي بطلبه الضرب بايد من حديد. ايوه، من حديد. اتفضل اتفضل. اسمك؟ قاسم الجنزوري، مدير مشتريات الشركه. تعرف ايه يا سيد قاسم على الاستاذ رشدي؟ كل خير، اعرف عنه كل حاجه وكلها خير. كفايه ان انا اقول لسعادتك انه كان رئيس جمعية بناء المساجد في مصر القديمة، ما سابش حارة غير لما بنى على راسها جامع. ايه معلوماتك عنه بصفته رئيس مجلس ادارة شركة المقاولات العصرية؟ انا اصلي كنت بشتغل مع سعادته من ايام ما كان ماسك مؤسسة الفراخ. مؤسسة ايه؟ الفراخ، الدواجن. اه، وسابها ومسك الصناعات الالكترونية، وسابها وجي الشركة دي، وفي كل مرة كنت بقى معاه. اصل اخويا الله يرحمه كان المراسلة بتاعه قبل سعادته ما يسيب الجيش. اتفضل يا استاذ عادل. اهلا يا فندم. تعال. اتفضل. سلام. الرائد حسن فريد معاون المباحث اللي هيتعاون معاك في القضية. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. القضية دي في منتهى الخطورة، يعني لازم تتفرغ لها عشان نوصل لملابساتها في اسرع وقت، لانها قضيه راي عام، عشان شخصيه المجني عليه شخصيه ليها تقلها. بيرقى الشركه بتعمل في قطاع مهم، الدوله بتستثمر فيه اكتر من 250 مليون جنيه، وبيشتغل فيه اكتر من 50,000 عامل ومهندس و40 شركه مقاولات. الكل عاوز يعرف اسباب الجريمه وبسرعه. ارجو ان ما يكونش ورا القضيه دي اي خلفيات سياسيه.
ما اعتقدش يا فندم ان في خلفيات سياسيه للجريمه، لان الجاني حاول الهرب. وانا ارجح الراي ده يا فندم، لان المجرم السياسي خاصه اذا ارتكب جريمته في وضح النهار بالصوره اللي تمت بيها جريمتنا ما يحاولش يهرب بعد تنفيذه العمليه، يفضل جنب ضحيته علشان يعلن الاسباب اللي دفعته لكده، لان اعلان الاسباب جزء لا يتجزأ من مهمته السياسيه. ما تقدرش تحسب بالظبط الانفعالات اللي سيطرت عليه بعد ما اطلق الرصاص. ممكن قوي يكون انفعال الخوف انفجر داخله لدرجه انه فقد السيطره على حساباته وقلب خططه. القضيه دي في منتهى الخطوره ومحتاجه لمحقق كفء، وعشان كده انا اخترتك انت بالذات. متشكر يا فندم. يا ريتك تباشر التحقيق في مبنى النيابه العامه عشان نبقى على اتصال ببعض. زي ما تشوف يا فندم. دي الحاجات اللي كانت مع الجاني. مسدس عيار 9 مللي، منديل 135 قرش، بطاقه عائليه. مصطفى حسين مصطفى، موظف وزاره الشؤون الاجتماعيه، مواليد 15/11/39. ممكن نشوف له اذا كان له ملف في امن الدوله ولا لا. سياده رئيس النيابه ارسل طلب لمباحث امن الدوله، واعتقد انهم هيرد علينا خلال ساعات. بقول لك ايه؟ نبتدي الاول باننا نطمن على حاله الجاني والمجني عليه. مظبوط يا فندم. يلا بينا. يلا بينا. النقيب رأفت سليم. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، ازاي الصحة؟ دول اهل المجني عليه وبعض موظفي الشركة، ودي مرات رشد بتاعت الباقي، كانت سكرتيرته. بس الشهادة لله أخلاق وأدب وكمال، مفيش كده. جينا الوجع القلب. شوفوا بقى، كل المعلومات اللي عندنا ان واحد دخل مكتب رشدي بيه عبد الباقي رئيس الشركه العصريه للمقاولات واطلق عليه رصاص، واثناء هروبه صدمته عربيه. من الاوراق اللي عندنا اتضح ان اسمه مصطفى حسين وانه موظف في وزاره الشؤون الاجتماعيه. أيوة. وحالته يا فندم. ايوه يا فندم. الاثنين في اوضه العمليات. استاذ عادل. ها؟ يظهر سياده النائب العام. الو؟ ايوه يا فندم. ايوه ان شاء الله، امر سعادتك. مجموعه منهم وصلت فعلا. حاضر، هبلغهم. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. ممنوع نشر اي خبر عن الحادثه. ليه يا فندم؟ دي اوامر النائب العام. ممكن نفهم اكتر؟ في بعض الاحيان عدم النشر بيفيد التحقيق. مع السلامه. احنا كلنا في خدمتك وتحت امرك. متشكره. رشدي بيه له افضال علينا. مش ممكن تكون دي مستشفى، اتنين يجي يصرفوا الناس اللي هنا. لو سمحت يا دكتور، ممكن تطمني؟ عاوز تطمني على مين فيهم؟ الهانم حرم البيه، رشدي بيه. انا معرفش مين فيهم البيه، كل اللي اعرفه ان واحد جاني مضروب بالرصاص والتاني ضربه عربي. اللي حب تاني مضروب بالرصاص؟ ربنا معاه، ربنا مع الاثنين. لو سمحتوا اتفضلوا يا جماعه. لو سمحتوا تسمح بفضلك. يلا والله يا جماعه معلش. حضرتك يبقى المدام بس هي اللي تبقى. طب ما انا اخته. يلا انا جوز اخته. من فضلك يا سيدي. حضرتك معلش. انا جوز اخته. معلش اتفضلوا يا جماعه. من فضلك. ممنوع يا سيدي. جوزي جوه. اتفضلي حضرتك في الاستراحة. العملية خلصت الحمد لله وسيادتك تطمني. اتفضلي. ثواني وهيخرجوا من أوضة العمليات. ربنا يفعل ما فيه الخير واحنا في الخدمة.
مفيش أي حد يدخل عند المتهم. حاضر يا فندم. واحدة كسرت الترقوة والتانية كانت على بعد سنتيمترات من القلب. حالته خطر؟ ربنا يستر. تفتكر ممكن استجوابه امتى؟ لو عدت 24 ساعة يبقى ممكن بعد 3-4 أيام. طب والتاني؟ التاني حالته أخطر. ألو؟ أيوة أنا. مين بيتكلم؟ أيوة يا قاسم أفندي، في حاجة؟ ها؟ دوسي المساكن الشعبية؟ ما عنديش أي فكرة. في أوراق كتير في البيت، تقدر تروح تاخدها من هناك. ممنوع يا ست حد يقعد مع المتهم. ممنوع ده إيه؟ واشمعنى أنا؟ هو حتى الموت عندكم فيه كبير وصغير؟ أنا قاعدة جنب جوزي أنا كمان. حضرة الضابط بقى يتصرف معاكي. طيب يا قاسم افندي، اي اوراق خاصه بالشركه تقدر تفوت تاخدها من البيت. مع السلامه. طب روح انت، انا رايح لها. طمني يا هانم، انا كنت مع الدكتور وقال لي ان شاء الله هيقوم بالسلامه. يا رب. ربنا معاه. متشكره. صاحب الصوره دي ما شفتهوش قبل كده ولا سمعت الاستاذ رشدي بيتكلم عن واحد اسمه مصطفى حسين؟ ابدا. الاستاذ رشدي له اعداء؟ معرفش، ما اعتقدش. متشكر. ان شاء الله لما تستريحي هنستدعيكي ناخد منك كلمتين. عندك منها؟ لا ابدا. اتفضل يا فندم، مع السلامه. ايه يا ستي طلباتك؟ عاوز اقعد جنبه مش راضيين. بس ده ممنوع. اشمعنى؟ الست التانية مش كده؟ ما تنسيش ان مراتي المجني عليه. الو. ومع ذلك هنصرح لك تقعدي جنبه. عادل بيه سيادة رئيس النيابة. ايوه يا فندم. حاضر، هكون عند سيادتك يا فندم. حاضر يا فندم، مع السلامة. دي نقطة محتاجة لتفسير. ما تنسوش ان الموضوع اخطر من كده. يبدو ان ورا الحادث ايد خفيه. ده ملف مصطفى حسين من المباحث. اقعد اقراه. مصطفى حسين مصطفى، مواليد ايتاي البارود، تم اعتقاله لأول مرة 2 فبراير 64 ضمن المتظاهرين بالحرم الجامعي للمطالبة بمزيد من القوانين الاشتراكية، وقد تم الإفراج عنه بعد النكسة مباشرة، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى بعد أن ثبت اشتراكه في كتابة منشورات تطالب بتقديم المسؤولين الحقيقيين عن النكسة للمحاكمة وعودة جميع الأحزاب بلا استثناء بما فيها الحزب الشيوعي. وقد ظل معتقلا لمدة 4 شهور أصيب خلالها بانهيار عصبي حاد، وقد حاول في مكاتبات له عديدة الإشارة إلى أن مرضه نتيجة تعذيب شديد تعرض له، غير أن تقارير الكوميسيون أثبتت غيرها.
أنا عاوزك تخليكي معايا. قولي لي مين من أصحاب جوزك كان عنده امبارح؟ محدش. طب مين من أصحابه زاروا اليومين اللي فاتوا؟ من يوم ما اتجوزته لا شفته بيزور حد ولا حد بيزوره. مش من مصلحته إنك تخبي حاجة أو تكذبي؟ أنا إيه اللي هيخليني أكذب؟ طيب جوزك كان بيقول إيه عن رشدي عبد الباقي؟ عمري ما سمعت الاسم ده. ولا عمره اتكلم عن مقاولات؟ مقاولات إيه يا بيه؟ ده إحنا غلابة يا دوبك على المرتب. تفتكر إيه سبب الجريمة؟ ضروري يكون في سبب. اسألوه أهو عندكم. لما كان بيتكلم في السياسة كان بيقول إيه؟ كان بيقول إيه عن الاتحاد الاشتراكي؟ أو كان بيقول اللي كل الناس بتقوله. زي إيه؟ كان بيقول يا ريت يقفلوه ويأجروا مفروش. بس؟ بس. أستاذ عادل، أنت في حاجة مخبيها؟ إذا كنت فاهمة إنك بتخدميه تبقى غلطانة. يظهر إن القضية مش سياسية زي ما كنا فاكرين. عارفة مين دي؟ مرات الله. مرات الراجل اللي جوزك ضربه بالرصاص. قلت ايه؟ انا فهمت كل حاجه دلوقتي. فهمت ايه؟ مش من مصلحتك ولا مصلحته انك تخبي اي حاجه. قدرت تضحك عليه وتخليه يقتلها جوزها. مش عرفك ان هي اللي ضحكت عليه؟ مش يمكن هو اللي ضحك عليها؟ مصطفى، انتوا ما تعرفوش مصطفى. النهار يا مصطفى؟ في سجن القناطر. سجن القناطر؟ بقالك مدة ما خدتش الدواء. الإنسان ده شيء حقير فعلا، مخلوق منحط ما يختلفش عن الضباع والكلاب. كذب إنه مخلوق من طينة تانية. أجيب لك تتعشى عشان تاخد الدواء قبل ما تنام؟ المخلوق اللي ياكل غيره من المخلوقات ليه ما ياكلش أخوه؟ ليه حتى ما ياكلش نفسه؟ انت ليه مش عايز ترحم نفسك وترحم اعصابك؟ ما تجيبيش سيره اعصابي ولا سيره الدواء. بدريه، ما تزعليش مني يا بدريه. انا عارف انك تعبانه معايا بس غصب عني. ما تتصوريش اللي عرفته النهارده في سجن القناطر. رحت ازور واحد من ساعه ما خرجت من عنده وانا ماشي على رجليا، مش قادر ولا طايق احط في حته. انا بدري اصبحت بكره نفسي لاني اتخلقت انسان. بتمنى لو كنت حاجه تانية، مخلوق انضف. مصطفى، انا عاوز اقول لك حاجه بس خايفه لحسن تزعل مني. ليكي حق تخافي حتى مني. الست اللي انت بتحبها تفتكر بتحبك قد ايه؟ الست اللي بحبها؟ أنا عارفة يا مصطفى إيه اللي عامل فيك ده كله. أنت بتتكلمي عن إيه؟ مش فاهم. عن الست اللي كانت بتبعت لك الجوابات في لوحات. الست اللي كان كل جواب يجي لك منها تقعد أسبوع مش طايقني ولا طايق نفسك. صدقني يا مصطفى، طوعني، دي شطانة. أنت إمتى هتفهميني؟ إمتى يا بدرية؟ أنا فاهماك وبحبك يا مصطفى، لكن التانية واقفة ما بيننا عاملة لك عمل. سبياك هي اللي مدوخاك ما بين الدكاترة. دي أكيد مجنونة. لا أنا مش مجنونة، أنا مفيش واحدة ممكن تستحمل اللي أنا استحملته كل يوم وكل ساعة. وحتى وإحنا
حتى واحنا في السرير حاسه انك مش معايا وان التانيه ربطاك. انا عشانك وريت جواب من جواباتها للي بيفهموا في الحاجات دي، وقالوا لي اني لازم افوقك، لازم اقولك ان صاحبه الجوابات دي شطانه. ما تبصليش كده يا مصطفى، دي مخويه شغلتها انها تسبي الراجل لغايه ما ينسى نفسه وبعدين تسيبه وتسبي غيره. بدريه، احنا لازم نسيب بعض. جاوبتها اهي بخط ايدها، هي اللي ضحكت عليه. مصطفى اللي طول عمره ما يطقش يشوف فرخه بتندبح قصاده خليته يقتلها جوزها. لحظه واحده، اتفضلي. انا رايح المستشفى، هتصل بيك من هناك. طب اتفضل. لما تخلص تحقيق معاها منتظرك في مكتبي يا استاذ عادل. ها هتقولي ايه؟ انا اعرف مصطفى حسين، لكن ما اعرفش ليه هو عمل كده. احنا لغايه دلوقتي ما بنوجهش ليكي اي اتهام، كل اللي عايزينه انك تقولي الحقيقه بصراحه بدون لف. ما تنسيش اني انكرت في الاول علاقتك بيه. ما كنتش عايزه الاقي نفسي في الموقف اللي انا فيه دلوقتي. انهي موقف؟ انكم ما تصدقونيش. وش عرفك ان احنا ما كناش هنصدقك؟ هذا وقد سئلت السيده تهاني فؤاد محمود، مش ده اسمك الثلاثي؟ ايوه. على سبيل الاستدلال، ما هي علاقتك بالجاني؟ هي علاقتك بمصطفى حسين؟ قبل ما اتجوز رشدي واقعد في البيت كنت موظفه في الشركه في مكتب رشدي. كنت سكرتيرته؟ ايوه. وكنت مخطوبه لمهندس في اداره التنفيذ اسمه سامي عبد الرؤوف. مصطفى كان صاحب سامي، ولما اتخطبت لسامي اتعرفت على مصطفى وبقينا احنا التلاته اصحاب، يمكن اكتر من اصحاب. كل يوم مع بعض، حتى لو خرجنا يوم انا وسامي لوحدنا كنا نحس ان ناقصنا حاجه. لو الواحدة تصحى من النوم تلاقي عندها شقة فيها العفش ده. ممكن يا دوبك كده مرتبك على مرتبها لمدة 4-5 سنين. حضرتك ناسي العلاوات ولا ايه؟ العلاوات حقيقي 150 قرش كل سنة. الحقوني الحقوني. بص ايه، نفسك تصحى الصبح تلاقي عندك عربية زي دي كمان؟ يا اخي وفيها ايه؟ صورني جنب العربيه دي والنبي يا مصطفى. ممكن نتصور جنب العروسه دي؟ قوي قوي. درش خد لنا الصوره دي. يلا يا مصطفى. قول لي القلاطه باينه عندك؟ اديني اكتر. العربيه حلوه؟ جنان هي بتتفتح ازاي دي؟ ضروري من هنا؟ ايه
ممكن؟ تعالي تعالي. بكام العربية دي؟ 30,000 جنيه. لا بسيطة. متشكرين قوي، ربنا يخليها لك. أوروار. أما حتة الدين قاعدة يا ولاد. قاعدة تمنها 30,000 جنيه. 30,000 جنيه بس؟ سنة. يعني مرتبنا احنا التلاتة على بعض كده لمدة 50 سنة. 50 سنة؟ يعني عمري ساعتها هيبقى 72 سنة. بسيطة. روح قول له النبي يا سامي ما يبيعهاش عشان احنا عايزينها. حاضر يا ستي، بس بطلوا كلام بقى وبصوا الناحية دي عشان الصورة. يلا. هوب. عارفة يا تهاني، انت كل حاجة فيكي ممتازة الا حكاية شعبطتك في الناس اللي فوق. اوعي تفتكر ان الصورة اللي صورتها لك ظاهرة فيها العربية. انا ما صورتش غير وشك. يا سلام على التعبير اللي كان في عينيك لمجرد احساسك انك واقفه جنب العربيه. بحلم يا سي مصطفى بحلم. يا خوفي للحلم ده في يوم يبقى كابوس. يا جدع اضحك اضحك بقى. اسمع بقى يا درش، الحياه بالطريقه بتاعتك دي هي اللي تبقى كابوس. الناس عشان تعيش لازم يكون عندها امل في شيء. وظيفة، عربية، شقة، واحدة حلوة. في فرق بين أمل وبين إنك تنام وتحلم بحاجات مستحيلة. هي الناس دي كلها اللي راكبين عربيات أشكال وألوان وساكنين في شقق زي القصور. عايزة تركبي عربية 10 متر وتسكني في شقة من دول، يبقى تدوري لك على وظيفة في الحكومة تاخدي منها رشوة ولا عمولة، أو تشوفي لك مخزن قطاع عام تحرقيه قبل الجرد، أو تتاجري في المخدرات. يا سلام. أو تفتحي لك محل تهريب. عايز تقول إن الشرفة خلاص ماتوا؟ هما في الحقيقة ما ماتوش، لكن بقوا زي العملة الصعبة. يا تهاني لازم تعرفي إن إحنا في بلد ما بيتمتعش فيه غير اللصوص، وعشان كده الشريف مش ممكن يحقق حاجة ليها قيمة، أو حتى يقدر يجيب لحمة لأولاده والكيلو بمية وعشرين قرش. اللي يسمع كلامك ده لازم يجيب رشاش ويضرب الناس دي كلها بالرصاص. بقى أنت عايزة تقولي إن الراجل اللي بيدفع خليه ورجل 10,000 جنيه ممكن ده يكون راجل شريف؟ أو جاب الفلوس دي تبع نظرية من عارف والمقدر والمكتوب وعرق الجبين؟ يعني الحل إن إحنا نموت بقى، حتى الحلم بلاش منه. لا ما نموتش ولا حاجة، بس نحلم بالممكن. نحلم أحلام بسيطة، الجمال مش ضروري يكون غالي، ممكن تلاقيه في حاجات بسيطة ورخيصة. هسيبكوا هنا عشان عندي مشوار قريب. إيه البواخة دي؟ معلش، سلام عليكم، أشوفكوا بكرة. مصطفى ده انسان غريب جدا، ساعات بتمنى اكون زيه وساعات بحمد ربنا اني مش زيه. اوعي تهاني تكوني زعلانه منه حقيقي. وهزعل منه ليه؟ يهمني في ايه؟ لا تبقي زعلانه، واسمحي لي بقى اقول لك انك غلطان، لان مصطفى مش ممكن حد يزعل منه. حقيقي ساعات بيبقى عنيف، يتهيألك انه عايز يحرق الناس دي كلها، لكن اللي في اعماقه حاجه تانية. مجنون بحب الناس. حقيقي ساعات بيبقى عنيف، لكن في اعماقه حاجه تانية. مجنون بحب الناس. يا واد يجي لك فتاء. الا قولي لي يا تهاني، هو سيسامي بتاعك ده قلبه بارد كده ليه؟ اللي ما اتنحرر ودفع عربون للنجار ولا اجره شقه؟ انت عارفه يا ماما خلوي الرجل في الشقق وصل لكام؟ على الاقل 1,000 جنيه. وماله؟ هو مسايق كل العرسان. ما تبص للرجاله اللي حواليك وشوف ازاي مقعدين ستاتهم في قصور ومخليين الذهب في دراعتهم من هنا لهنا. انت عارفه الناس دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا قطه؟ اظن بقى هتقولي لي كلهم حراميه، وانت بقى اللي بنت بارم ديله. وبعدين بقى في قله الادب دي يا ماما، الدنيا مليانه بلاوي وانت قاعده في البيت مش دريانه. الناس اللي بتقولي عليهم دول يا اما ورثين يا اما بيسرقوا. واحده بجمالك تتجوز ست سيدو؟ حطها حلقه في ودنك يا بنتي، الفقير ريحته وحشه ومهما نظف نفسه
لا يتهادى ولا تتأملوا في الشارع شهادة. أما ولي أهلها ما ربهاش حقيقي، وحتى في يوم الأجازة الواحد ما يسلمش من زفرة لسانك. قبض على مصطفى. قلت له 100 مرة يخليه في نفسه انه مش هيصلح الكون، مفيش فايدة. مفيش فايدة فيه هو؟ هو اللي غلطان. ليه يحط نفسه في موضع الشبهات؟ انت بتدافع عن ايه بس يا سامي؟ انا ما بدافعش عن حاجة، لكن اكيد في مليون طريقة الواحد يقدر يخدم بيها بلده غير انه يتسجن. تفتكر هو اللي قال لهم انا عايز اتسجن؟ بس هو عارف كويس قوي ان اخر الطريق اللي ماشي فيه هيكون كده. دي تاني مرة يتسجن. أنسة دهاني، الجواب من فضلك. حاضر يا فندم. مفيش يومين وحصلت كارثة المساكن. حاضر يا فندم. سيادة المحافظ على التليفون. مع سيادتك يا فندم. أنا مع سيادتك، دي مش مجرد كارثة إنما دي جريمة. وعلشان كده أنا كونت لجنة لتحديد المسؤولية، وخلال أيام هيكون عند سيادتك صورة من التحقيق. حاضر يا فندم، مع السلامة. مين مهندس التنفيذ اللي كان من طرف الشركة عندكم؟ مهندس سامي عبد الرب. اطلبي من إدارة التنفيذ تطلع لي تقارير سامي عبد الرؤوف عن العملية. حاضر يا كذلك جاهز على التنفيذ يا فندم. حاضر حاضر حاضر. وهو كذلك، مع السلامة. ايه الحكاية يا سامي؟ تصوري متهمني بان انا اللي ورقوع المباني، وان انا اللي سرقت الحديد والاسمنت. انت مش محتفظ بالتقارير؟ طبعا، بس في تقارير مزورين امضائي عليها. يا حسام بيه، الحكاية دي مش معقولة، حضرتك عارف سامي كويس. للأسف تقارير اللجنة الهندسية أثبتت مسؤوليته. طب إزاي بس يا فندم؟ أنا مستلم العملية في 13/5، يعني بعد ما ترمى الأساس بست. على كل، رشدي بيه حول القضية كلها للنيابة العامة، وفي النيابة تقدر تدافع عن نفسك،
تثبت عدم مسؤوليتك. القضية تروح النيابة، تروح أمن الدولة، مش ده اللي أنا بتكلم فيه. أنا بتكلم على الاتهام الموجه لي أنا. أنت راجل مثقف وعارف كويس إن التحويل للنيابة مش معناه الإدانة. النيابة جهة للتحقيق ليس إلا. بس سعادتك عارف إن سامي مش ممكن يعمل كده. إذا كانت المساكن وقعت نتيجة سرقات في سمنت الأساسات وفي حديد التسليح، وأنا استلمت المشروع بعد ما الأساسات اترمت والهيكل الخرساني خلص والحيطان اتقامت واتغطت بالمحارة، يعني يا فندم ما كانش ناقص على المشروع غير تركيب الأبواب والشبابيك. بس انت ماضي على تقرير بتقول فيه انك قلت لسيادتك ده مش امضائي، ده امضاء مزور. وتقارير المهندس اللي قبلك، المهندس اللي زي ما بتقول مسؤول عن الاساسات والخرسانات، ماطت عليها ليه اذا كانت المعلومات اللي فيها مش سليمه؟ ها ما كنتش اعرف انها غير سليمه، لاني زي ما قلت لسعادتك انا استلمت العمليه وهي خالصه. كنت اعرف منين؟ ما دام ما كنتش تعرف يبقى ما كانش لازم تمضي. سيادتك عارف ان ده اجراء روتيني بيعمله كل المهندسين، ثم انا ماضي على استلام التقرير مش على صحتها. على كل حال تقدر تقول الكلام ده لما نفتح التحقيق معاك رسمي. وانت رايك ايه؟ خطيبك سامي كان ورا كارثه في المساكن ده؟ طبعا لا، لكن قدروا يلبسوا القضيه. مين دول؟ مين دول اللي قدروا يلبسوا القضية؟ معرفش، كل اللي عرفه انه دخل السجن وهو مش مسؤول عن اي حاجة من اللي حصلت. ومصطفى عمل ايه لما ده حصل؟ مصطفى كان في المعتقل. خرج امتى من المعتقل؟ فاكرة؟ بعد حادثة المساكن بست اشهر تقريبا. وهو كان رأيه ايه؟ قبل ما يروح لسامي ويعرف منه الحقيقة جالي قابلني على باب الشركة. ما كانش طبيعي، زي ما يكونوا في المعتقل عملوا في حاجة ما كانش مصطفى اللي عرفه، كان إنسان تاني. عشان كده كان رأيي فيك انك بتبص لفوق. لكن لا، انت مش بس بتبص لفوق، انت ممكن تعملي اي حاجة عشان توصلي. مصطفى انا عارفة انك بتكرهني. انت ما تهمنيش في حاجة عشان اكرهك او احبك. انا اللي يهمني سامي صاحبي، اللي فضلت وراه بمطالب بكلامك عن الشقة اللي بتحلمي بيها والمدارس الاجنبية اللي لازم ولادكوا يدخلوها. انت اكيد مش طبيعي. عايزنا اتكلم مع خطيبي عن ايه؟ مش سامي اللي لازم يتحط في السجن. قصدك ايه؟ انت ناسي انه خطيبي؟ ليه مش عايزني اتكلم معاه زي اي بنت ما بتتكلم مع خطيبها؟ انت مش زي اي بنت. ليه مش زي اي بنت؟ انت فاكرني ايه؟ يلا بينا مصطفى، من حق ان اتكلم مع خطيبي عن كل حاجه بحلم بيها وبتحلم بيها كل بنت. من حقنا نحلم بالشقه اللي هنتجوز فيها وقط النوم ولون الستاير. من حقنا نفكر ازاي ندخل ولادنا احسن مدارس وازاي نخليهم احسن ولاد. ده حقنا، حق كل الناس. ماما ماما. ايوه يا تهان. انا رايحه للمحامي. واخرتها معاك يا تهان. والنبي ما انا عارفه يا ماما. انا بقى عارفه وكاتمه في قلبي لو تسمعي كلام امك. عايزاني اسيبه مرمي في السجن يعني؟ محدش قال كده يا حبيبتي، بس هو كمان له اهل ملزومين بيه، هم اللي يقوموا له محامي مش انتي. اهله غلابه ما حلتهمش حاجه، وانتي عارفه. وانتي اللي اهلك ما شاء الله فلوسهم متلتله. انا ما طلبتش منكم حاجه. يا حبيبتي يا روح قلبي، ده انت لو طلبت عينينا نديهم لك، بس محدش قال القرشين اللي انت محوشاهم تضيعيهم. فوق نفسك واعملي حساب بكره. يا ريت بكره ده ما يجي.
ايه ظروف جوازك من رشدي عبد الباقي رئيس مجلس الاداره؟ انا اتجوزت رشدي بعد وفاه سامي في السجن. سامي مات في السجن؟ ايوه. وبعد وفاته بسنتين رشدي عرض عليا الجواز، اترددت في الاول بعدين وافقت. ما كانش ممكن اعيش طول عمري من غير جواز. ومصطفى فضلت ليه تتصلي بيه وتبعتي له جوابات خصوصا بعد وفاه خطيبك؟ واكتر من كده في جواب بعته له واضح من تاريخه انه انكتب بعد جوازك من رشدي. انا كنت ببعت له جوابات بصفته صديق ليا ولسامي، وبعدين لما لقيته مصر انه ما يردش عليا ما بقتش ابعت له. متى عاد الاتصال بينك وبين مصطفى حسين؟ انا اعرف انك قابلتيه بعد كده. بعد ما اتجوزت رشدي بسنه تقريبا فوجئت مصطفى بيتصل بيا وبيقول لي انه عايز يقابلني ضروري. اركب يا مصطفى، اركب يا مصطفى، احنا في الشارع. جيت من الواحات امتى يا مصطفى؟ من 3 شهور. الحمد لله على السلامة. دي أحلامك تاني. بلاش نتكلم في الحكاية دي يا مصطفى. بعت لك جوابات كتير ما ردتش. حبيت اخد رايك لما رشدي عرض عليا الجواز برضه ما ردتش. تفتكر كنت اعمل ايه؟ سامي مات وانت سافرت واتجوزت وانا بقيت لوحدي، لاني بنت كان لازم اتجوز. تقصد تبيع نفسك؟ مفيش فايده فيك، عمرك ما هتفهمني. بالعكس انا اكتر واحد فاهمك وانت اكتر واحده فاهماني، عشان كده كلامي بيعذبك لانك عارفه انه حقيقي. دايما انا ما انت كمان هربت اتجوزت وسبت صاحبك مرمي في السجن وسافرت الواحات، وحتى لما مات ما فكرتش انك تيجي او تتصل بيا. كنت مقرر اعيش هناك على طول، هربت من مصر ومن اهلها. يعني هربت؟ اعتبرني يا اخي انا كمان هربت. انت هربت ورحت الواحات، وانا هربت واتجوزت راجل في سن ابويا. تقصدي غني؟ كان يبسطك اكتر لو كنت اتجوزت واحد فقير مش لاقي ياكل. لما يتقدم لي 2 ما يربطنيش بيهم اي عواطف، واحد فقير والتاني غني، لو ما تروحي تقبل مين؟ ارفض الاتنين ما دام ما بحبش حد فيهم، ايه اللي يجبرني حتى لو فضلت؟ امال ليه اتجوزت واحده حتى من غير ما تكون شفتها؟ اوعى تفتكر اني مش عارف انك بعت لاهلك يدوروا لك على واحده ترضى تعيش معاك في الواحات. حبيتها امتى دي عشان تتجوزها؟ انا اتجوزت هروب، انتحار، لكن انت؟ وانا اتجوزت رشدي بالذات عشان قدم لي بيت بدون مقابل. ايوه بدون مقابل، راجل كبير مش هيطلب مني عواطف ما بقتش قادر اديها لحد. بطلي تمثيله تاني. كل اللي حصل ودي اخر مره شفته فيها. كان بيتصل بيكي عشان يقولك الكلمتين دول بس، ما قالكيش حاجه تانية؟ لا. انتي بتحبي مصطفى حسين؟ تقصد ايه؟ ازاي احب واحد وانا متجوزها؟ وهو انت ناسي اني كنت خطيبه صاحبه؟
أمال إيه طبيعة العلاقة اللي بينك وبينه؟ صدقني إن كل واحد منا له شيء أو شخص بيخاف منه وبيحس بوجوده دايما، ودايما عايز يظهر قدامه نضيف، عمره ما بيغلط. مصطفى كان بالنسبة لي الشيء ده، المخلوق ده. ألو؟ أيوة يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر. حاضر يا فندم. اقفل المحضر. بناء على استدعاء السيد رئيس النيابة. هسيبك ربع ساعة تفكري وتقولي لي مصطفى حسين الراجل اللي قتل جوزك ليه طلب مقابلتك؟ ممكن لو سمحت كوباية مية؟ حاضر. بطلي تمثيلة هاني. أنا طلبت مقابلتك عشان أقول لك كلمتين. أنا في يوم من الأيام حبيتك يا تهاني، لكن كنت بقتل الحب ده عشان صاحبي وأخويا سامي. كنت فاهم إني بضحي عشانه، على الأقل كنت أنقذته منك. ليه يا مصطفى؟ ليه تقول كده؟ لأنك ما كنتيش هتقدري تعملي فيا اللي عملتيه في سامي. أنا ما عملتش حاجة في سامي يا مصطفى، وأنت عارف. أنت قتلتيه. حرام عليك يا مصطفى، ليه دايماً بيتهيألك حاجات غريبة؟ لا خريبة؟ أنا ما بيتهيأليش حاجة. كل كلمة قلتها وحولها لك هي الحقيقة. عارف أنا كنت مع مين قبل ما أكلمك بالتليفون؟ مع مين؟ مع رزق، زميل سامي في الزنزانة، الراجل اللي مات سامي ما بين إيديه. قال لي إن سامي ما ماتش بالسكتة زي ما نشره. سامي مات مقتول، واللي قتله جوزك رشدي عبد الباقي. مصطفى، هتستفيد إيه إنك تحطم حياتي؟ ده اللي قاله رزق. طبعًا ما قالش بقية الحكاية لأنه ما يعرفهاش، لكن أنا أقدر أستنتجها. بقية الحكاية إن ده تم بالاتفاق معاكي. رشدي يتخلص من مسؤولية وقوع المساكن، وانت تتجوزي الراجل اللي حقق لك أحلامك. لا، انت أكيد اتجننت. انت فاكرني إيه عشان أقدر أستحمل كل ده؟ أنا هعرف إزاي انتقم منه ومنك. مصطفى، مصطفى. حقيقي سامي عبد الرؤوف مات مقتول وانت اللي قتلته؟ انا اللي قتلته؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ مش مهم مين اللي قال، المهم ده حصل. لا، مهم ان اعرف مين اللي قالك الكلام ده، لان الناس دي لازم تقف عند حدها. كل يوم اشاعة شكل، وكل يوم تقرير وتلغرافات للرئاسة وسكتنا، للوزارة وسكتنا، لكن يوصلوا لبيتي بإشاعة قذرة زي دي؟ لا. أرجوك تقولي الحقيقة يا رشدي. الحقيقة أنت تعرفيها وكل الناس تعرف. سامي مات بالسكتة القلبية، وأوراق التحقيق ومراسلات إدارة السجون كانت بتمر عليكي قبل ما أراها أنا. المسألة بقت مستحيلة، زادت عن حدها. أنا خلاص ما بقتش فاهمة حاجة. أفهمك الحكاية ببساطة.
اليومين دول بيعيدوا تقييم القطاع العام وبيغيروا رؤساء مجالس الإدارات، وكل واحد طمعان في منصب بيحارب علشان ياخده. أنا مستعد أقبل أي حاجة يقولوها، مستعد أسيب الشركة، مستعد أسيب الدنيا كلها، لكن مش مستعد أبدا أقبل إنك أنت مراتي تصدق حاجة زي دي. مش عايزة تقولي لي ليه كنت بتقابلي مصطفى حسين؟ وإيه هو كان بالنسبة لك؟ ما أنا قلت كل حاجة. قررنا صرف تهاني فؤاد ويكتب للسيد معاون مباحث بموافقتنا عما تم في حادث انهيار المساكن. اتفضل انت. في علمك لو مات مصطفى حسين من غير ما يتكلم مفيش قوة هتنقذك من السجن. مع السلامة. اخسى عليك يا تهاني، كل ده يحصل وما تبعتش حد يقول لنا. ما كنتش فايقة خالص يا ماما. قولي لي الأول. رحنا لك المستشفى، قالوا إنهم خدوك في النياب. اسكتي شوية يا عزيزة. حاضر. إيه الحكاية يا بنتي؟ فهميني. واحد من أصحاب سامي ضرب رشدي بالرصاص. سامي اللي كان قاري فتحتك؟ أيوه. وإيه اللي خلاه يعمل كده؟ مش عارف. إلهي ينضرب في طبلة ودنه. تعالى يا بنتي، تعالى. يلا يا ضناي، يلا. حسدوكي، قروا عليكي. قعدوا يقولوا بنت البشكات ركبت عربية بزمارة من قدام وصفارة من ورا. يا ولية كفاية بقى، احنا في ايه ولا في ايه؟ كمان انا حمارة في دي؟ الحسد مش وارد في القرآن؟ يا حبيبتي. تصبحوا على خير. انا جاية بات معاك يا حبيبتي. انا حبات مع رشدي في المستشفى، يا دوب هفوت على البيت اغير هدومي واروح له على طول. طيب يا بنتي، ان شاء الله بكره من بدري هنكون في المستشفى. يلا يا عزيزه. يعني نسيبها لوحدها؟ هروح معاك المستشفى. مش ممكن يا ماما، انا سمحوا لي ابات معاه بالعافيه. طيب يا حبيبتي، ربنا يتمم شفاها عشان العدوين ما يشمتوش فيكي. تصبحي على خير. وانتي من اهل. مع السلامه يا بنتي. الزمالك يا اسطى. مع السلامه يا بنتي. خش يا عزيز، خش. مساء الخير. مساء الخير. كانوا عايزينك في النيابة ليه يا تهاني؟ عشان ياخدوا اقوالي. واشمعنى احنا ما خدوش اقوالنا؟ معرفش والله. فوزيه مشيناها. مشيتوها؟ مشيتوها ليه؟ وانت كمان هدومك في الشنطه دي. بتقولي ايه؟ شوف يا بنتي، توكلي على الله وملاش لزوم الفضيحه. اسمعي كلام المال. يعني ايه؟ بتطردوني؟ وان ما كانش بالذوق هيبقى بالقوه. بالبوليس. الله، ملاش لزوم الفضايح يا محي، هي هتخرج لوحدها. اتكلي على الله يا بنتي. انت تخرف خالص، وكمان بتشتم الراجل ولك يا عين. وغلاوة اخويا، اما خرجتي فورا لا اطلب لك البوليس. الله يا محي، بلاش فضايح، ما تتكلي على الله بقى. وكمان بتتفقي مع رفيقك. تفيقي؟ ايوه رفيقك. اهم جم فتشوا حاجتك وطلعوا صوره المجرم من عندك من الاول، واحنا بنقول دي جواز الطمع. امال هو كتب كل حاجته باسمنا ليه؟ كان قلبه حاسس يا حبه عيني باللي هتعمليه فيه.
ماله؟ نزيف. نفسي اعرف انت عايزه منه ايه؟ متجوزه راجل ومركز وفلوس، ايه اللي يخليك تبصي الغلبان ما حلتوش غير ماهيته؟ انا مقدره شعورك وحاسه بيكي، لكن انت فهماني غلط صدقيني. ربنا ينتقم منك. في الأوضة اللي قصادك. يعني اتكلم. انت تعرفي يا تاني، مش كده؟ اصله اول ما دخل علي المكتب قال لي انه جاي من طرف سامي عبد الرؤوف. قلت ده مجنون اكيد، ملحقتش اقوم علشان اكلمه، راح مطلع مسدس وضربني. كان صاحب سامي. وهو اللي وصل لك الكلام اللي قلتيه لي من فتره؟ اسمعي يا تهاني، لو سالوكي عن اي حاجه بخصوص سامي أو المساكن، أوعي تقولي الكلام اللي قالهولك. القضية ليها ظروف، هبقى أحكيها لك بعدين. أنا مش عاوز أتبهدل في آخر أيام، أصل لو انفتح الموضوع ده هيعيدوا التحقيق، جايز يخترعوا اي حاجة عشان يلبسوا القضية. اليومين دول مش زي اللي فاتوا، سمعتي تهمك برضو. سمعتك؟ ارجوكي خليكي جنبي يا تاني، لو مرت الازمة دي من غير فضيحة ما تتصوريش هكون ممنون لك قد ايه. ممنون لي انا؟ ليه؟ عايز تقول ايه يا رشدي؟ انا استحق انك توقفي جنبي يا تهاني. من يوم ما اتجوزنا عمري ما رفضت لك طلب. انت
ابتدى يفوق الحمد لله. 47 عنده حالة نزيف، ربنا ينتقم منه. لو سمحت والله. ايوه يا فندم. عايزه اسال على عنوان واحد كان مسجون هنا وخرج من شهرين تقريبا. طيب اتفضلي استريحي. متشكره. هو اسمه رزق. رزق ايه؟ الحقيقه معرفش بقيت اسمه. بس تفتكري حضرتك هنوصل له ازاي كده؟ انا اعرف ان من 3 سنين كان معاه في نفس الزنزانه مسجون توفى اسمه سامي عبد الرؤوف. ويا ترى حضرتك بتسألي عنه ليه؟ أصل حالته تعبانة ومحتاج لمساعدة. على كل حال مدام حضرتك بتسأل الخير يبقى الكل لازم يساعدك. متشكرة. شعراوي شوف لي 1170 على 56. اتفضلي استريحي. في أمل نوصل له مش كده؟ إن شاء الله. سامي عبد الرؤوف حسن، وكان معاه رزق زكي عبد الله سجين مخدرات، افراج 16 يونيو، عنوانه 3 حارت ابو سرجه مصر القديمه. يا ريس يا ريس. نعم. حارت ابو سرجه فين والله؟ قدام لسه، بس لا مؤاخذة ما تقدريش توصلي بالعربية. سيب العربية في الموقف ووصلي برجليك. وهو فين الموقف؟ لا مؤاخذة موقف الحمير دي. وهذا دورهم، يلا روح وصل الهانم. حاضر. استنى. على مهلك. على مهلك شوية. لو سمحتي والله، في واحد ساكن هنا اسمه رزق زكي عبد الله. ايوه خير، في حاجة؟ كنت عايزة في مسألة كده. رزق يا رزق، هو سرق منكو حاجة يا اختي؟ لا ابدا. في ايه يا عزيزة؟ الكيف يحكم. نعمين. أنا كنت خطيبة سامي عبد الرؤوف المهندس اللي... يا ميت ألف مرحب، يا ميت أهلا، ده الدنيا نورت. اتفضلي. كوبايتين شاي والنبي يا منيرة. يا سلام، الله يرحمه ويحسن إليه. اتفضلي استهاني.
اتفضلي. كنت عايز اسالك عن اللي حصل للمرحوم سامي في السجن. ما تخافش، اتاكد ان اي حاجه هتقولها لي مفيش مخلوق هيعرف عنها حاجه. ما حصلش اي حاجه، الله يرحمه. يعني مات موتة ربنا؟ ايوه، هو في موتة بتاعت ربنا وموتة بتاعت حد تاني. والكلام اللي قلته لمصطفى كذب؟ مصطفى مين؟ مصطفى حسين اللي جه زارك في السجن وقلت له يا ست هانم اعملي معروف، سيبيني في حالي، انا خارج من 15 سنة سجن، عايزه ترجعيني تاني ليه؟ صدقني يا عم رزق، محدش هيعرف اي حاجه من اللي هتقولي عليها. انا كل اللي يهمني اللي اعرفه، صحيح سامي مات مقتول؟ ايوه. ازاي؟ قعدوا طول ما في السجن يبعتوا له مراسيل لاجل ما يتكلمش في المحكمه، قالوا له هنديلك فلوس، عاندهم مرضيش ينخ، موتوه، سموه. مين دول اللي كانوا بيبعتوله؟ ما قالكش؟ الراجل ده اللي اسمه رشاد. تقصد رشدي؟ ايوه، رشدي عبد الباقي. يا ريت ايوه. شكرين أوي. والراجل اللي مؤاخذة كان برساله كان اسمه، كان راجل قصير كده وبنضارات وباين عليه النتانة، كان اسمه، شفت أنا في الزيارة الأخرانية، اسمه قاسم. أيوة، كان كل ما يزوره كان المرحوم سامي يرجع وهو دمه بيغلي ويقول لي يا رزق بيهددوني، فكرهم اخاف. يا ريته خاف. الجد عم عمال الجد زهر زهر عملوها فيا يا رزق، عملوها. ما تخافش ما تخافش، دول شويه مغص ودلوقتي ربنا يفكك. اتجوز عبد الجياد، اتجوز عبد الجياد. مين يا ريت؟ الباشمهندس اللي معايا تعبان قوي. اللي عبياته بكره؟ اه والله عملوها فيه ونجيب امانسه. اتجوز عبد الجياد. فياد ايه الضل اللي انت عامله ده؟ الباشمهندس اللي معايا مصاريله هتتفرتك. ما تتفرتك، مالك ياض؟ مش عاوز تحضر القضية بكرة ولا ايه؟ مع حركات قديمة احنا فاهمينها. حرام عليك يا شيخ، ما تشوفني اسعاف ولا دكتور. اخرس انت، ما انا اصلي مختوم على قفايا مش عارف حركاتكم. كل واحد عاوز يهرب من المحكمة يعمل عيان ويحول مستشفى. جاتكم القرف، كل واحد فيكم يقعد على برش لخلي ليلته سودا. الجدع يا راجل، كلها ساعتين ويطلع النهار وتغور نبطشية البقري ده. يا سر، ان مش كفايه انك تبقى نضيف وبس يا عم رزق. خليك في اللي انت فيه. كان لازم احارب الناس دي، كان يمكن كنت اقدر اقتلهم قبل ما يقتلوني. وحياه ابوك ما تتكلمش عن الموت، دول شويه مغص وهيروحوا. واحد بس يضرب بالرصاص والباقي كلهم هيبقوا كلاب. كلاب كلاب كلاب. يا وش عم بجياد، يا وش عم بجياد، يا ولاد
خالص ليلتها، مات بين ايديا، بكيت عليه زي ما يكون ابني. اللي دخلت سامي بيها السجن ما فكرتش يوم فيها؟ أرجوك يا تهاني بتترجاني يا رشدي؟ غريبة، أمال فين رشدي اللي بيؤمر وينهي؟ فين رشدي اللي ترجيته مرة واتنين وتلاتة عشان ينقذ سامي من السجن؟ من الفضيحة ومفيش فايدة. تهاني أنا جوزك. جوزي؟ جوزي اللي دمر حياتي ودمر حياة الناس دي كلها؟ هتعمل ايه يا مجنونه؟ لو حطيت لك حاجه في الحقنه دي، سم مثلا زي اللي موتت بيه سامي، اتجننتي؟ ببساطه هتموت. وهتستفيدي ايه من موتي؟ هبقى حققت اللي كان عايز يعمله مصطفى، وابقى انتقمت له ولسامي وللناس اللي ماتوا بسببك تحت المساجن، وناس غلابه كتير دوستهم في سكتك هيتعرفوا لما يتفتح ملفك القذر. خايف من الموت؟ صدقت ان حني حياتك بالسهوله دي؟ ما تخافش، انا كمان زيك عايزك تعيش عشان تتعذب بالفضيحه، بالسجن اللي هدخلك فيه. انا ما قلتش حاجه ومعرفش ايها حاجه. اسكت يا راجل انت. انا مستعد احلف ان محدش قتله وانه مات موتة ربه. طب هتقولي مصحف هتحلف على ايه؟ ده رشدي حبائي ده راجل سكره، والراجل اللي اسمه قاسم ده عمره ما جاله. ايه في ايه؟ الله الله الله، اللهم صل على النبي. ايه العز ده كله؟ ما شاء الله ما شاء الله الله الله. ايه في ايه يا سعاده البيه؟ ده كله من 30 جنيه و52 قرش صافي مرتبك، نجف سجاد تلاجات وبلاوي متلتله. متجهزين يا فندم. انا ماليش حاجه هنا، كل حاجه في البيت بتاعت انيسه وامها، والمصحف بتوع انيسه وامها. لا حول الله، مسكين ده كل اللي نابك. لكن التانيين بقى بنوا عمارات وفلل واشتروا اراضي، وانت يا دوبك خدت الكسب. انا مش فاهم حاجه. هديك فرصه عمرك، هعملك شاهد ملك. شاهد ملك؟ شاهد رئيس جمهوريه؟ بس افهم الاول. اسمع، مفيش داعي للنصاحه، احنا عارفين كل حاجه، وعارفين كمان انك مضحوك عليك. سيادتك بتتكلم عن ايه؟ عن رشدي بيه، عن المساكن، عن سامي عبد الرؤوف، عن السجان عبد المجيد، عن حاجات كتير تحطك في السجن وتخلي الدولة تستولي على النجف والبار والسجاجيد والبوتاجازين. يا فندم ما قلنا دول باسم أنيسة وامها. مفيش حاجة اسمها أنيسة، القانون ما يعرفش لا زينب ولا أنيسة، القانون ما يعرفش غيرك. الدولة هتستولي على كل حاجة،
لكن اذا طوعتني مفيش حد هيقرب لك او هيقرب للحاجات بتاعتك. كل دي صيغه يا اسمى فندي. رجع المساغه حضر الضابط، الراجل هيتكلم. القضية دي الأسماء اللي فيها كبيرة، وسيادة النائب العام على موعد مع سيادة الوزير لأنه لازم ياخد علم بيها قبل أي إجراء نتخذه. بس يا فندم الوزير ملوش دعوة بتحقيقات النيابة. في بعض الأحيان مصلحة البلد بتستدعي تحكيم السياسة أكتر من تطبيق القانون. تفضل. انتظر مني مكالمة في مكتبك. بيقول لهم مش انا اللي اتكلمت. ما تعالى راجل بقى. وربنا العزيز انا ما جبت سيرتك يا ريس عبد المجيد ولا سيره اي واحد فيكم يا بهوات. اصرف مدام تهاني فؤاد ورزق زكي عبد الله وخليهم يمضوا على الاستجواب. امضى جناب الصول. اعتقد ان من حقنا اننا نطلب المحامين بتوعنا. قوي قوي. تسمح لي اتكلم بالتليفون؟ اتفضل يا مدام. من حقك. ليه لا؟ ايوه. طيب. بتدعي تقولي ايه يا زينات؟ انا مالي ومالك يا اختي؟ انت منك لله. انا بدعي لاخويا رشدي يقوم بالسلام عشان يزود لكم الارض والعمارات، مش كده؟ كلام اللي بتقوليه ده؟ رشدي ده من لحمنا. حكايه مش حكايه ارض. امال حكايه ايه يا صديق افندي؟ ان ما كانش حكايه ارض وعمارات الناس دي كلها ماتت ليه؟ ماتت ليه؟ الناس دي كلها بتموت ليه؟ تموت لي. ممنوع اي حد يدخل على المتهم. حاضر يا فندم. المتهم هو الحالة قلب في البلد دي ولا ايه؟